عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة السيد محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء اجتماعا مع وفد إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة برئاسة السيدة ساراس جاجنواث وبحضور السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، وذلك لبحث واستعراض أوجه الدعم الفني والتعاون الذي تقدمه الأمم المتحدة للمساهمة في إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في شهر يوليو المقبل. وقد أشاد سعادة الوزير محمد المطوع بالمستوى المتقدم للتعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مؤكدا حرص حكومة البحرين على تفعيل مختلف أوجه التعاون مع المنظمات الدولية بما يخدم تحقيق أهدافها في دفع جهود التنمية وإرساء السلام في العالم. وأكد المطوع أن مملكة البحرين تعكف حاليا من خلال فريق عمل مختص على إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن الفريق انتهى من إعداد المسودة الأولية للتقرير ويعكف حاليا على أخذ ملاحظات الجهات ذات العلاقة ومرئياتها بشأن التقرير. ونوه المطوع إلى أن مملكة البحرين تضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في صدارة أولويات برنامج عمل الحكومة، وعملت على دمج هذه الأهداف ضمن محاور البرنامج، لافتا إلى أن الحكومة نجحت في إدماج نحو 78% من أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها في برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 وحتى 2018. من جانبه استعرض الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وعضو اللجنة الوطنية للمعلومات، استعرض جهود مملكة البحرين ومساعيها في مجال التنمية المستدامة، منوها إلى أن البحرين تعد من أوائل الدول التي اعتمدت الترتيبات المؤسسية لضمان متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وموائمتها مع برنامج عمل الحكومة. من جهتها أعربت السيدة ساراس جاجنواث من إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، أعربت عن شكرها وتقديرها لحكومة مملكة البحرين على تعاونها لتبادل المعرفة والمعلومات والاستفادة من الخبرات في إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة. وقدمت السيدة ساراس عرضا عن آلية استعراض الدول لتقاريرها الوطنية في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أهمية مشاركة كافة الجهات لاتخاذ الإجراءات المؤسسية لتحقيق هذه الأهداف. من جانبه أكد سعادة السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بأن الأمم المتحدة حريصة في الوقت نفسه على تضمين مزيد من أهداف التنمية المستدامة في خطط عمل الحكومة للأعوام القادمة، مؤكدا موقف الأمم المتحدة الداعم والمساند لمملكة البحرين في سبيل بلوغها أقصى درجات التنمية بأبعادها الثلاث: المجتمعية والبيئية والاقتصادية. الوفد الزائر سيمكث في البحرين لمدة 4 أيام، وضع له برنامج مكثف للقاء عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بإعداد التقرير، كان أهمها اجتماعه اليوم مع اللجنة الوطنية للمعلومات التي تم خلاله استعراض آلية تقديم هذا التقرير أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في يوليو القادم في نيويورك، وأفضل الممارسات الدولية والتحديات التي واجهتها بعض الدول والإجابة على بعض التساؤلات الواردة من بعض أعضاء اللجنة الوطنية للمعلومات. فمنذ أن قررت مملكة البحرين تقديم هذا التقرير في يوليو القادم، تم تشكيل فريق وطني متخصص لإعداد هذا التقرير، تم إجراء مشاورات وطنية مفتوحة مع مؤسسات المجتمع المدني، مع القطاع الخاص، مع الأكاديميين والمهتمين، والآن يتم استضافة هذا الوفد. كل هذه المؤشرات تبرهن بأن اللجنة الوطنية للمعلومات تسير بخطة ثابتة وواثقة في إعداد تقرير وطني طوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يليق بما قدمته مملكة البحرين في
وضع خطط واستراتيجيات وطنية لتنفيذ هذه الأهداف، وما تطمح إليه حكومة مملكة البحرين الرشيدة في تقديم خدمات لمواطنيها ولتقديم أفضل الممارسات في تنفيذ هذه الأهداف وفق الأجندة الدولية.